نبدأ مع حضراتكم يومنا النهارده بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في ختام المؤتمر الاقتصادي. بدأ سيادته كلامه بأنه لا يعتبر نفسه رئيسا لمصر، ولكنه يتحدث كإنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه. نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. بالمناسبة، ولما أقول الكلام ده الناس بتفتكر إن أنا بدغدغ مشاعر الناس. أنا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر. أنا بعتبر نفسي إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه. بس طب والله أنا صادق، أصل أدبيات الرئيس حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية، أدبيات السياسي حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية، أدبيات الرئيس حاجة وأدويات البطل حاجة تانية. البطل حاجة تانية، مش عايز يعيش ويقعد عليها هنا. هقول لكم شوية حاجات كده عشتها خلال الفترة اللي فاتت. احنا بنقول كلام جميل مع بعض إن شاء الله. سيادة الرئيس أيضا قال إن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، وقال أيضا إن المؤتمر ده هيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه في مختلف المجالات. لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في إبريل الماضي وقلنا إن إحنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور إن إحنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني، ولا بأس إنها تبقى سياسة، لكن كان الهدف منها إن إحنا فعلا محتاجين نسمع بعض أكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين إن إحنا دايما على الأقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف بالإيه اللي موجود قدامنا. وأنا يمكن في بداية المؤتمر أو امبارح لما كلمت قلت كلام، ف الناس قالوا لي أنت تقصد إيه؟ إحنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وأنت كلمت في حاجة خاصة بموضوعات أخرى. أنا كنت شايف إن الموضوعات ديت موضوعات متصلة باللي إحنا بنتكلم فيه. لما كلمت على البيئة السياسية كنت أقصد بيها برضه وإحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بإن إحنا كل اللي إحنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الطرحات اللي اتقالت ديت أنا آسف إن أقول لكم أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. إنما إزاي تعملوها؟ إزاي تعملوها؟ أنا كلامي هيبقى كده في البداية. كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى إحنا ملتزمين إن إحنا نعمله. منصة صحيح، احنا ملتزمين احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت ونستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، أكيد هتقابل، لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكلة نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فأنا بقول بالإضافة لأن إحنا ملتزمين إن إحنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن انا بقول لكم عشان نجاعه الاجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصه الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. انتوا اتكلمتوا قلتوا مجموعات عمل ممكن تبقى موجوده لصالح طرح ما تم التوافق عليه والمسار اللي احنا متحركين عليه اعلاميا. وانا كنت اتكلمت في بدايه الموضوع وقلت البيئه السياسيه والبيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية وحتى البيئة الإعلامية.
إذا إحنا بس عشان الكلام ما يبقى مترتب، أنا متفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنة، ده كلام مهم جدا جدا. وافتكروا إن إحنا كنا من 5 سنين ولا أكتر كنا حريصين قوي قوي إن إحنا نعمل منصة حوار، وكانت كنا بنقول إن المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدولة كلها مش قضية شباب فقط، حتى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وكنا قلنا إن إحنا من كل شهر ونص أو شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقة ونجحنا إن إحنا نعمل ده بشكل أو بآخر في المحافظات كمان، ثم سنويا حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الأخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي إحنا كنا بنتمناه. إذن أنا بس عايز أأكد تاني، منصة اقتصادية مستقرة تكون موجودة معانا وتلتقي كل سنة ونقول ده كشف الحساب، اللي هو أنا كحكومة وقيادة يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالإنجاز اللي احنا قدرنا نحققه. واتكلم سيادة الرئيس امبارح عن حجم الشغل والإنجاز اللي اتعمل في الموانئ، وقال سيادته أنه دولة دخلت مجال تطوير وإنشاء الموانئ علشان تكون قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية، والموانئ دي هيتم طرحها للقطاع الخاص للتشغيل فقط، والكلام ده كمان بينطبق على المطارات والبنية الأساسية للدولة كلها. لما حد يتكلم في الإعلام ويقول لي كرتونة البيت زادت 10 جنيه، أنت بتساعد في المسار، ده معناه أنا رفض الفكرة؟ لا أبدا، بس الأدبيات اللي أنتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعة، قد لا تتوافق مع واقعنا. احنا محتاجين حشد للاتجاه. هقول لكم حاجه، اتقال ايه على تشجيع الاستثمار الاجنبي؟ طب انا لكل اللي بيسمعوني بما فيهم رجال الاعمال المصريين، لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، ده انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا؟ الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يمكن يكون ملوش علاقه خالص بفكره التشخيص وايضا التوصيات اللي اتحطت، لكن هي دي كانت عباره عن الملاحظات اللي انا شفتها كمواطن مصري من أداء. أنا هديكم مثال، والكلام اللي هقوله ده مش بقول كلام، ده كلام حصل. فجينا على موضوع المواني في مصر، المواني في مصر، طيب المواني دي تم طرحها قبل كده في إطار يعني الاستثمار الخاص، ولا بأس، ولا بأس من كده، كويس. لكن أنا لازم كمسؤول وأنا ببص على القضايا ديت أشوف التاريخ وأشوف النتائج، لو لقيت النتائج والتاريخ بيساعدني في الاستمرار في هذا المسار أكمل، لو لقيت إن أنا محتاج أعدل أعدله، لو ما عدلتوش يبقى أنا مش قادر أتعامل بالمرونة الكافية وبالكفاءة الكافية مع التغيير اللي حصل، هفضل زي ما أنا. أنا جبت المواني لأنها كان يعني موضوع كده، فكان في أحد المواني عندنا، المينا ده اتعمل من 25 سنة وما اتطورش كتير. ما اتطورش ايه؟ كتير. يا جماعة طب عايزين نعمل شبكة مواني تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجستي في منطقتها اللي هي بتتميز بموقعها الجغرافي. ممكن دكتور زياد يقول لي ايه؟ يقول لي التوصية ديت. أقول له طب أعملها ازاي؟ يقول لي خلي القطاع الخاص والمستثمرين يخش يعملوها. اقول له طب يلا. قعد 2 5 ما اتعملش. مش ما اتعملش عشان، لكن هو ده الموضوع ده عشان نعمله كامل يا وزير، مش كده؟ من السخنه اللي بتكلم عليه كامل وزير قال له المينا ده يتعمل كله، مش كده يا كامل؟ فقال لي يا فندم ده عايز 40 50 مليار جنيه. عايز يتعمل بكام؟ 40 50 مليار جنيه.
له اتعمل يا كامل. قال لي ما انا صريح وما بخافش ابدا الا من الله سبحانه وتعالى. اعمله يا كامل. قال لي معيش فلوس. قلت له الجيش يساعدك. طب انا في رجال اعمال مستعديه تدفع 40 مليار جنيه لكامل الوزير عشان يعمل المينا ده اللي ما نعرفش العوائد بتاعته هتبقى قد ايه، من اجل بناء قدره وانطباع لدوله قادره على تلبيه متطلبات التجاره العالميه. طب دي واحده. محور تعمير في اسكندريه. يا كامل الوزير هتعمل المحور ده ليه؟ قال لي يا فندم اعمله في 3 عمالي. صح كده؟ يعني ايه يا كامل؟ قال لي يا فندم يعني ان شاء الله ندخله 21 22 ولغايه ان شاء الله 24 25. يبقى كامل المحور هيتكلف كام؟ قال لي يعني 14 15. مش كده؟ 5 حارات. صح كده؟ اوعى الجيش اعمل لي ده 8 حارات و8 حارات. سنة تسلمه لي أو سنة ونص، صح كده؟ أنا سمعت ناس بتتكلم يقول لك إيه؟ اللي عايزين بس نشوف الدنيا الناس اللي موجودة هنا بتعمل إيه وبتاع. لا لا لا. الباطل باطل. ونتبعه الجميع. والحق حق. وإن لم يتبعه أحد. الباطل باطل. سيادة الرئيس أيضا تطرق في خطابه عن قطاع التعليم. الرئيس قال إن تكلفة تعليم 25 مليون طالب بيحتاج في الدول الغنية القادرة إلى 10,000 دولار للطالب الواحد في السنة، يعني حوالي 250 مليار دولار، وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبة لأي دولة. وحتى لو كانت التكلفة 250 مليار جنيه فميزانية الدولة لا تستطيع أيضا تدبير هذا المبلغ، وبالتالي محتاجين نشتغل علشان نزود ميزانية الدولة. ال 25 مليون ده أنا بقول تاني، تفتكروا كام؟ ال 25 مليون دول كام؟ للواحد في السنة في الدول المحترمة والغنية والقادرة تدفع 10,000 دولار في السنة للطالب ده. كام؟ 10,000 دولار للطالب ده في السنة. يعني أنا عايز 250 مليار دولار عشان أعمل التعليم ده. ده فين؟ في التعليم الأساسي، ولا أنا مش واخد بالي؟ مش كده يا دكتور خالد؟ الجميع حاجة تانية. كام يا فندم؟ 10,000 دولار في السنة، 250 مليار دولار. طيب كويس. أنا بقى حولتهم لجنيه، قلت بس اديهم 10,000. يبقى 250 مليار جنيه. طب هي موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟ أنا قلت 10,000. ولما الدكتور مصطفى كان بيقول إن إحنا بنتكلم في 21,000 فصل، قلت له يا دكتور 60,000. 60,000 ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة. عشان تخلي 30 ل 40 طالب في الفصل. ولا انا مش واخد بالي؟ طب ال 60,000 بكام؟ لو حسبته بنص مليون ب 30 مليار، ولو حسبته بمليون يبقى 60 مليار. ده للايه؟ لل 60,000 فصل. ده مش من غير تشغيل. ده من غير تشغيل. من غير يا فندم؟ تشغيل، ده ما شغلناش لسه، مش في مدرس وفي اطقم هتبقى موجوده لخدمه المدرسه دي؟ وفي كهرباء وفي ميه للمدرسه دي؟ دكتور مصطفى قال احنا بنتكلم في 56 60,000 مدرسه. طب لو انا عايز كل سنه قبل العام الدراسي مليون جنيه لكل مدرسه ارفع كفائتها ويعني واحسن موقفها في الفصول ومنشاتها ويعني مليون جنيه، عايز 60 مليار. طب ما 60 مليار مش موجود. يوم حد جاب المدرسه بيقول لك شايف المدرسه عامله ازاي؟ يا عم انت بتتكلم لغه ثانيه. انتوا مش عارفين. حد يزعل قوي ان الكلام ده يزعل؟ انتوا مش عارفين يعني ايه دوله وبتهدوا بلادكم.
كما تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزراعة في مصر، وقال إنه البنية الأساسية لتجهيز الأراضي الزراعية من أيام محمد علي ومن عام 1805 وإحنا طالعين ما كانش فيها أي مشكلة، لأنه المية كانت بتيجي من فوق ونازلة لتحت، والحل بس إن إحنا كنا نعمل قناطر وجسور. لكن دلوقتي تكلفة زراعة مليون فدان توصل ل 150 مليار جنيه. اللي عمل البنية الأساسية وتجهيز الدولة المصرية للزراعة من 180 سنة، يعني من 1805 واحنا طالعين كده، محمد علي يعني ما كانش عنده مشكلة غير ان هو زي ما قلت كده المية بتيجي دايما من فوق ونازلة على تحت، وهو ياخد المية دي يعمل لها شوية قناطر صغيرة وشوية جسور تخش على الأرض اللي عايز يزرعها، وزرع وحسن زراعة 4-5 مليون فدان في الوقت دوت. والمبلغ اللي دفعه ساعتها الدولة استوعبته تكلفته على مدى ال 100 سنة اللي فاتوا. طب لما اجي اقول لك النهارده لأي حد مهتم بالزراعة تعالى أعمل لك مليون فدان يكلفه 150 مليار جنيه. يكلفه إيه؟ 150 مليار جنيه. تقول لي إزاي بقى؟ ده كل ده عشان بس أزرعهم 150 180. طب بعمل كده ليه؟ لأن الأرض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى أنا دلوقتي عايز أروي أرض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز أعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه، محطات معالجة لمية ممكن نستفيد منها عشان ما يبقاش بنسيب نقطة مية، تكلفنا. طيب مستعدين في الاستثمار لأي حد داخل مصر أو بره مصر يصرف كده؟ أنا برد، أي مستثمر بيحسب ومن حقه، وده طبيعي. ليه طبيعي؟ لأنه هو في النهاية مش جايب فلوس عشان يفرقها، يعني هو بيعمل شغل عشان يكسب منه. الدولة أحيانا بتبقى مضطرة تخش في موضوعات أمن قومي، اللي بيني وما بين الاتنين تلاتة مليون فدان ده هو طاقة عمل بس، مش كده؟ طاقة ايه؟ عمل بس، يعني تمويل بتاعها والكلام ده كله ولا ايه يا فندم؟ طب حد يقول لي طب ال 200 300 مليار دول لازم اعمل كده عشان ازرع ال 2 3 مليون فدان دول وادخلهم في الناتج المحلي للدوله المصريه، ولو ان انا حلمت ان الكلام ده يطرح للناس في ظل المعطيات اللي انا بقول عليها دي، الاعتبارات اللي بتكلم عليها دي، ان هو مشروع بالطريقه دي صعب انه يتعمل، ما بقولش مستحيل، صعب ان حد يجي يقول لك طب انا هحط المبلغ ده في الموضوع. سيادة الرئيس ايضا اتكلم امبارح عن اهميه تصويب واصلاح الخطاب الديني. قال ان اللي بنشوفه في منطقتنا من الفهم والممارسات الدينيه اللي موجوده في بلدنا تحتاج الى اعاده طرح فهم عصري ليس في ثوابت الدين ولكن لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات في كل مجتمع. هتكلم على الأدبيات أو الثقافة أو البعد البيئي للدين، وأنا والله العظيم ما أقصد أي حاجة عشان ما حدش يزعل. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، فمرة وقلت يا جماعة الواقع اللي احنا بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللي موجودة في بلادنا محتاجة مش إعادة طرح فهم عصري مش لثوابت الدين، لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات اللي بتبقى في كل مجتمع وكل بس. وجيت مرة اتكلمت على وثيقة إن الطلاق تبقى وثيقة مكتوبة،
لحماية حقوق الناس. وبعدين من غير ما أذكر أي أسماء أو مؤسسات، فتقال لي إحنا طرحنا الموضوع ده على لجنة علمية متخصصة، نسبة كبيرة منها وافقت ونسبة قالت لا. طب كويس، طب ما أقرتوش ده ليه؟ قالوا أصل أنت قلته، ولما تقول أنت لو إحنا وافقناك يبقى إحنا إيه؟ بندعم مين؟ بندعم مين؟ السلطة. الكلام ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني ايه دور. لو انت دايما حطيتني انا في مكان وانت في مكان تاني، ده مش حقيقي صح. احنا دايما مع بعض. واظن التعبير انت سمعتوه مني كتير، سمعتوه مني كتير. فبمجرد ان انا طرحته زي ما احنا بنتكلم فيه كده، بقى غير قابل للتنفيذ. لاحسن هيقولوا ايه؟ ده انت مشجع ايه؟ يعني تسيب الحق لاجل الكلمه دي. امبارح كمان سياده الرئيس عمل مداخله مع زميلنا يوسف الحسيني في برنامج التاسعه على القناه الاولى، وتحدث سيادته عن دور الإعلام في الفترة الحالية، وإنه مصر في السنين اللي فاتت عملت الكثير من المبادرات زي المبادرات الكشف عن الأمراض السارية وكمان فيروس سي والقضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات. خلينا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس مع يوسف الحسيني ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. طب مفيش فايدة؟ مفيش فايدة؟ أنا التاريخ كله عندي يا يوسف. عارف. لا لا ما تعرفش، انا كنت مدير الاستخبارات ومسؤول عن الاجهزه الامنيه الفتره دي كلها، وعارف كويس الناس كانت بتعمل ايه. عشان كده انا متاكد يا فندم. لا لا بس اسمع، انا بكلمك عشان لو سمحتم، انا كنت لسه بتكلم على دور الاعلام وبقول ان الاعلام بيعمل سياق اعلامي فكري. مش هنرجع تاني؟ ايه ده؟ تاني بقى النهارده بقول ان البلد مش قادره تعمل تعليم كويس. ده انا اللي بقول. وقلت من امتى؟ من ايام الحمله. وقمت من امتى؟ من لا مؤاخذه من اثناء حتى 2011. البلد مش هتقدر تعلم كويس لانها ما عندهاش القدره الماليه لكده. هو كلام لا غصب عنك تعلمه. طب اعلمهم ازاي؟ علمهم كويس ازاي؟ طب منين؟ نفس الكلام للصحة. ده انا بقول ان الاسرة اللي موجودة عندنا هي 50% من المطلوب. ايه رأيك بقى؟ لا خفينا معلومة ولا خبينا مواقفنا. صحيح. احنا بنعرض قدراتنا وبنقول لو حد عنده فكرة يقولها لنا. احنا عملنا ايه؟ استهداف مبادرات زي فيروس سي وزي الامراض الغير السرية وزي القوائم الانتظار وكلام من هذا القبيل. ده اللي احنا عملناه. في حد تاني يقول لنا على حاجه تانيه؟ طب ما احنا بنقول للرجال الاعمال تعالوا خدوا المستشفيات، واللي احنا بندفعه هندفعه في علاج الناس بتوعنا. هدفع 50 مليون بدفعهم في السنه دلوقتي مصروف المستشفى دي حدهم لك، وانت تديني بيهم خدمه للمواطنين ببلاش. حلو. ده الكلام اللي احنا بنقوله. لما حد تاني بعد كل الكلام ده يقول لك لا احنا والله مش شايفين مش عارف ايه، ايه ده؟ لا لا مفيش منصات اعلاميه تسمح الكلام هنا. مش واحد تاني يقول لي انا بكلمت على دوله وقلت الدوله دي ساعه لما اتضربت ودمرت شعبها كان بياكل بيضه في الاسبوع ورهيف في اليوم سنوات طويله جدا عشان يعيد بناء نفسه. احنا ما طلبناش من الناس كده. احنا دخلنا حرب بقى لنا 50 سنه، جابت الارض دي، جابت بلدنا دي على الارض، جابتها على الارض. ولما بقول لكم ان البلد ما فيش فيه حاجه واقفه على حيلها، تعالى خدكم معايا اركبكم العربيه والففكم مصر واوريكم اللي انا بشوفه واللي بيوجعني ويؤلمني. الحكايه غريبه قوي. الحكايه اللي انا بسمعها وبشوفها لو انا بتابع البتاع، يعني انا مش يعني لما اصحى من خمسه وابقى قاعد لغايه دلوقتي مش مستغرب يا يوسف. مش مستغرب. انا مستغرب. وانا قلت راجل كبير يعني مش لا يا فندم. ربنا يديك الصحة يا فندم. لا يا فندم بس أنا مستغرب. وأنا قلت كده أنا أتكلم الناس عشان أشرح الحكاية
عشان مش عشان ادافع عن نفسي، ده بعمل سياق لفهم حاله مصر عشان تساعدونا. تاني هنعيد تاني كلام كلام كلام. لا لا يا نهار ابيض، انا بصراحه يعني والله العظيم سبحان من خلق الناس، سبحان من خلق الناس وجعلهم ان هم يستطيعوا ان هم يتحدثوا بهذا الشكل ويعني يبقى شايفين الحقيقه. سيادة الرئيس ايضا اتكلم عن الانجاز اللي حصل في شبكه الطرق، قال ان اي طرق بتنفذها الدوله المصريه بتتم بجوده عاليه جدا، وان شبكه الطرق في مصر بقت فوق الخيال بعد ما اضيف ليها ما يقرب من 17,000 كيلو متر. طب شبكه الطرق اللي بتخدم على اللي انا بتكلم فيه ده، شبكه الطرق فوق خيالك. هو احنا يا فندم كنا زمان عندنا كام كيلو طرق، ودلوقتي بقى عندنا قد ايه اللي اتعملوا خلال الثمان سنين اللي فاتوا؟ خلي بالك احنا بنتكلم، اذا كنت عايز تسمع في الطرق، يعني في فرق بين انك تعمل طريق وانك تعمل طريق درجه اولى، يعني اللي انتوا بتسموه هاي واي وكده. ايوه اي طرق بعملها انا تبقى هاي واي. حلو. انا ما عملتش غير كده. طب ليه بتصرف على الكلام ده؟ انت عارف انا بصرف منين؟ بعمل ايه؟ هو انت عارف يعني ايه دوله تتعمل تبقى قادره على انها تقوم تجيب التريليون دولار ده بعد شويه؟ عشان يجيب الكلام ده لازم اعمل ده، ولازم الانطباع كده، مش يتقال علينا ان احنا ولا عندهم طريق ولا عندهم كهرباء ولا عندهم ميه ولا عندهم. ما انا هبني مصانع من غير طرق ازاي؟ انا مش هتكلم على انها، اسمع، لما تبقى انت الدوله ال 128 ولا ال 130 في ترتيبك في الطرق، بالمناسبه التقرير اللي طالع على ان مصر 28 طالع بقاله 3 سنين. ما كانوش لسه راجعوا اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا. كان كام؟ 28 من 3 سنين. طب بنقول كده ليه؟ لان طب احنا بنعملهم ليه؟ زي ما اتقال كده في الـ ان العاصمه لوحدها كانت بتستهلك وقود وكفاءه عربيات ووقت الناس بحوالي 8-10 مليار دولار في السنه بتبيع على من القاهره، يعني الناس اللي بتشتغل بتتحرك جوه القاهره. كمان سياده الرئيس اتكلم عن مبادره حياه كريمه واهميه هذه المبادره لتطوير الريف المصري ولتوفير حياه كريمه للناس، وقال البرنامج ده هيتكلف 1 تريليون جنيه، والشركات غلت علينا الاسعار 30%، وبرده احنا هنعمل اللي احنا عايزينه وهننتهي من مشروعات حياه كريمه. علشان كده احنا طايرين مثلا بمبادره زي حياه كريمه يا فندم في الارياف. اسمع، الحياه كريمه يا يوسف دي المفروض ان تكلفتها الماليه مؤاخذة يعني مفيش اي شكل من اشكال الاستثمار. ايوه في استثمار يا يوسف. ليه؟ هو انت بتصرف على ايه؟ على الناس. بتعمل بغير حياته، بتعمل ميه شرب، بتعمل صرف صحي، كهرباء، بتعمل كهرباء بتظبطها، بتسفلت شوارع، بترفع كفاءه بيوت، بترفع كفاءة مدارس، بتزود مدارس ومنشآت أخرى وفرص عمل يا فندم. البرنامج أبو 700 ده النهارده يا يوسف تكلف 1 تريليون جنيه. البرنامج ليه؟ طب أنا عايز أقول لك على حاجة. طب بس وأنا قلتها بالراحة يعني. عارف يا يوسف، وإحنا لما جينا أعلنا ده، الشركات اللي بتجيب المستلزمات ديت غلت عليها السعر 30% يا يوسف. غلت إيه؟ 30% زيادة على الأسعار. أنا فاهم إن وما زعلتش منهم، قلت إيه؟ يا جماعة اتعاملوا مع الناس على إنهم ناس. ده تاجر عنده فرصة، وحجم الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر. الطلب زاد قوي والمعروض كان واحد تقريبا، فغليت الدنيا. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. هنعمل. والمرحلة زادت منها 6 شهور بعد ما كنا بنقول إن هي تخلص نص السنة اللي فاتت، يعني شهر 6 السنة دي يعني. طيب. تكمل معانا لآخر السنة دي. ونبدا المرحلة الثانية اللي كنا بنتمنى ان هم يخلصوا الثلاث مراحل في سنة سنة سنة. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ طب ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان الغلبان ده. سيادة الرئيس ايضا استقبل امس الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي. هذا المؤتمر اللي عقد في القاهرة أكد فيه سيادة الرئيس على أهمية ودور المنتدى في التعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا، خاصة أنه بيضم في عضويته كبرى الدول
المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، مؤكدا سيادته أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا خاصة، وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا، وأخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة. كما أكد السيد الرئيس على أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كافة المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، معربا سيادته عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى في قمة المناخ عالميا COP27 والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية، في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالميا وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة لريشي سونات على توليه رئاسة الحكومة البريطانية، وقال سيادته أتطلع للعمل المشترك والتعاون مع رئيس الحكومة البريطانية لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين من أجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام في العالم. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث كتيرة، كان منها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ختام المؤتمر الاقتصادي، واللي أكد فيها على أن الحكومة حريصة على تبني نهج الشراكة مع القطاع الخاص، علشان كده بيتم إعداد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائي للمستثمرين. امبارح أيضا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ مشروع جاسر 133 ومشروع كريم 108. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في ختام المؤتمر الاقتصادي، واللي أكد فيه على إن الدولة بتعمل على نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي، وقال كمان إن فكرة تخارج الدولة مش معناها البيع، علشان كده هتكون الأولوية من خلال طرح الشركات في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين. كمان امبارح رئيس الوزراء قال خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي إن الحكومة حريصة على تبني نهج الشراكة مع القطاع الخاص، ودلوقتي بيتم إعداد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائي للمستثمرين. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم تخصيص 135 قطعة أرض للاستثمار الأجنبي خلال الشهور القليلة الماضية، وقال كل هذه الأراضي استثمارات أجنبية وبراندات عالمية سواء للسوق المحلي أو التصدير، والأهم تكليف التنمية الصناعية بكونها جهة واحدة بإصدار التخصيص وفق مدة زمنية حوالي 20 يوم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية، استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وده على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي جاسر 133 واللي بتنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، وأيضاً مشروع مراكز القيادة التعبوي كريم 108 لإحدى تشكيلات القوات الجوية، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. في جولة المحافظات معانا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح. منع تصريحات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بأن مشروع مصنع الرمال السوداء وفر حوالي 5000 فرصة عمل للشباب. في الدهلية تم بدء استلام مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالسنبلاوين، وفي سوهاج تم تسليم 4789 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية. أخبار تانية كتير في المحافظات هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قال إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى محافظة كفر الشيخ اهتمام كبير بإنشاء مشروعات قومية ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها الرمال السوداء ومزرعة غليون وشركة كهرباء البرولوس وتطهير وتكريك بحيرة البرولوس، وأكد على إن مشروع مصنع الرمال السوداء بيوفر حوالي 5000 فرصة عمل للشباب. في الدقهلية تم البدء في الاستلام الابتدائي لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة السنبلاوين واللي بتشمل عزبة صقر وسوق السمك ومثلث برقين. في الفيوم عقد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري اجتماع موسع لمتابعة الإجراءات والآليات الخاصة بإمداد بحيرة قارون بالأسماك خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على إنزال 2000 من الأسماك المحملة بالبيض في البحيرة لتدعيم المخزون السمكي كتجربة إرشادية. في شمال سيناء قام المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية بعمارة الإسكان منخفض التكاليف بقرية قطية بمركز بئر العبد للمواطنين بعد إعادة تأهيلها، وقال محافظ شمال سيناء إنه تم تأهيل العمارة بعد تضررها بسبب الحرب على الإرهاب بقيمة 1,380,000 جنيه وتم تسليمها للمواطنين. في سوهاج أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة إنه خلال الفترة اللي فاتت تم تسليم 4789 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة سوهاج. في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف يانغ يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية، وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين الجانبين وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، وده في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي. في بورسعيد تفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ساحة مصر بحي الشرق، وخلال الجولة استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير اللي تمت في المنطقة واللي تضمنت إنشاء تمثال أم الدنيا وإنشاء حديقة التاريخ ومنطقة المطاعم. في قنا افتتح المحافظ اللواء أشرف الداودي ملتقى توظيفي لتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص. الملتقى بيقدم حوالي 2000 فرصة عمل من خلال 22 شركة ومصنع.